معاكم عبد الله علي الخليفي ناخذت فريق ركن وهذه المشاركه الثانيه لي كناخذ. خبرتي انا في البحر ان شاء الله انها خبره وافيه ان شاء الله، وانا طول طبعا مش بس في المسابقه في طول الايام صيف وشتاء دائما يعني في البحر. صدف ان اسم اللانج ركن فسمينا الفريق على اسم المركب. صادتنا بعض الاخطاء ان ما سربسنا ماكينه اللانج، وصادتنا بعض الاخطاء في من ناحيه توزيع الشغل على الشباب، من ناحيه بعض التجهيزات لنا كانت كاول مشاركه للحداق يعني لنا، ان شاء الله نحن نتفاداها كلها. بطولة سنيار جمعت كلها للبحر نفس ما تقول تحت سقف واحد يعني، لا شك ان في فرق قويه كثير يعني، بس ان شاء الله احنا نكون قد المنافسه. والله نقول حق الفرق المشاركه اول شيء الله يوفقكم جميع، والميدان يا حميدان، وان شاء الله تكون منافسه شريفه بيننا.